استراتيجية الإنماء كانت تركز الحقيقة بشكل واسع على مختلف القطاعات، وأعني بذلك قطاع الأفراد، وكان هناك انتشار مميز لعدد فروع مصرف الإنماء وصرافات الإنماء والخدمات والمنتجات اللي يقدمها لهذا القطاع. كذلك احنا بدأنا من 3 سنوات التركيز على أي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي نمو مميز خلال 2017 فيما يتعلق محافظ التمويل للحقيقة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أيضا قطاع الشركات هو قطاع استراتيجي بالنسبة للإنماء، وكذلك قطاع الاستثمار. كل الأنشطة الرئيسية اللي أشرت لها أسهمت في تحقيق نتائج المصرف الإنماء، والحقيقة هي عملية تراكمية في السنوات الماضية كلها. لو رجعنا ل5 7 سنوات الماضية نجد أن مصرف الإنماء ينمو بوتيرة مستقرة ولله الحمد.